ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وما تنسوش تقولولنا في الكومنتات على افكار جديدة عايزين تشوفوها في الفيديوهات الجاية. يلا بينا نشوف، يلا بينا نشوف. انا بتعدي لحد كام يا شبح؟ هم 5.5 جنيه. لا لا البس عشان انا بخاف من الفايروس. يمي 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 خاف يا عيد. يمي يمي يمي. اسمه ايه؟ اسمه يوسف. يوسف الماس. ايه ده تمويه ده ولا ايه؟ تمويه ايه؟ اسم الشهرة بتاعي يوسف الماس. ايوه انا اشتهرت ليه يعني؟ انت طلع على الهوا يعني؟ اه يا يوسف طلع على الهوا. عايزك تاخد برد. تحكوش ليه؟ رسالة مش هوديها لفضيلته، انا رسالة هوديها لابوها. ابوها راجل ناقص انا عارف. ما هو خلاص بقى، ما عشان ما اسمعش ابودي يا اسطى. ما هو كده كده ابوها راجل ناقص. احنا يعني انت هتجيب حاجه جديده؟ هو طالب مني شقه وشبكه ومار ومش عارف يا حته كده، نص مليون جهاز، نص مليون. احنا كفراء. اكتر حد تدولك وعلم معاه. باخد فيزا ده غير حته غير، ما تخليك محترم. انا معروف هنا اصلا. معروف انا معروف هنا. يوسف ايه؟ يوسف كرم. معروف بكرم. اصل لا مؤاخذه انا راجل مزواج. ايه مزواج دي؟ ايه بسنين يعني؟ بوز من هنا وبوز من هنا. بقول لك الصحاب زي البصله، اشرب ورق اشرب وابكي عين على عشره. اسمع بقى يا محمد، على مين بقى شادين حيلكم؟ انا كنت بعينكم وانتم بقى 2020 اللي احنا فيها قربت تخلص دي، عملت لك اي حاجه حلوه؟ تقول لي ايه؟ بصراحه ما عملتليش اي حاجه حلوه. مفيش اي حاجه حلوه خالص. خالص. ولا من صحاب ولا من اي حد؟ ولا اي حاجه. الحلو اللي حصل يعني مثلا ثانية واحدة بس يا رب، يعني كان في مثلا يعني قول السؤال تاني. ولا حاجة. ولا حاجة. خالص؟ خالص. ازاي؟ طلعان اقل في ايه يا عم؟ طلعان دين ابونا والله. لا لا يا 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 باولو يا باولو يا باولو باولو ما انتش يا باولو. لو قلت لك ايه احسن ثلاث حاجات حصلوا لك في السنة دي هتقول لي ايه؟ خدت خوازيق كتير. يعني هي 2020 بص هي كل سنة كلها مليانة خوازيق، فأنا السنة دي ما باخدش غير خوازيق بس. يا راجل من غير حلفان ما باين على وجهك. يعني أول خازوق خدته من زمايلي، تاني حاجة من الجماعة، طبعًا ما فيش حد ما خدش خوازيق من الجماعة. خدت منها خازوق؟ ياه أنت خدت، أنت ذات نفسك هتلاقيك خدت. لسه ما جربتوش والله. إزاي يا جدع؟ والله ما جربتوش. الدوري بتاع الأهلي اللي فات كده تمام، اللي هو الأهلي لما اسمه هو الدوري اللي بره ده اسمه يا ربي نسيت اسمه يا رب. دوري أبطال أفريقيا؟ آه. لما لعبوهم هناك كان اول 5 دقايق دخلوا جون ودينا كانت جميله كده. شايف ان الماتشين دول بالنسبه لك حاجه كويسين؟ حاجه كويسين وان شاء الله، والدوري ان شاء الله للاهلي ان شاء الله. يعني انت عايز ايه حضرتك؟ ايه يعني؟ هو والله الحمد لله كل حاجه بصراحه. هو نعم يعني مرنا بصعوبات كتير تمام، بس الحمد لله يعني الواحد بيشكر ربنا على اي حاجه حصلت انت فاهمني، واللي ربنا بيعوض. يعني مثلا انت مثلا اي مثلا حاجه انت مريت مثلا بيها في حياتك، مثلا زعل، مثلا كان تاثير، مثلا اي حاجه بعد كده ربنا بيعوضك بقى احسن بكتير على فكره. اشتريت الموبايل ده بس. الموبايل؟ اه. بكام؟ ب4500. اصحابي. اصحابك دول؟ لسه عارفهم 2020؟ اه. عرفت بقى السنه كام؟ هسألك ايه؟ هي بصراحه هي الحاجه الحلوه ممكن تكون ان هي لسه معايا برضه لحد دلوقتي، يعني خدت بناخد من بعض خوازي بس ان هي اه لسه موجوده. مش خايف تديك خازوق تاني؟ ما خلاص بقى، ما انت من زمان والواحد عمال ياخد في ما اللي بيدي مره بيدي كتير. مش مهم بقى، بس انت بتتعود برضه، ما هي مناعه. ده بيدينا مناعه يا اخوانا، الشعب المصري عنده مناعه دلوقتي. اكتر حاجه وحشه حصلت لك واثرت معاك في السنه دي؟ هي ست توفت. انت كده كده الخازوق هتاخده، يمين هتاخده شمال هتاخده، بس انت يعني ايه، فانت تاخده انت بنفس راضيه. كنت مصاحب واحده سابتني يعني. سعيد في كليه علوم؟ ايوه. ايوه. ليه يعني؟ عشان فلوس اكيد. هم كده عشان شكله كويس وكده يعني. وانت عمر يعني؟ لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. حاجه وحشه؟ لا. أو الكورونا بس. ما عملتش اي معاك حاجه وحشه؟ لا. ما تخزوقتش من حد؟ لا ما حدش عارف يخزوقني. احب اقول لك ان 2020 دي سنه بصراحه يعني سنه كئيبه فعلا بجد، يعني كورونا وتقليب جو وحوارات. انا مش عارف اقول لك ايه، الله وكيل يعني، دهولتنا خالص. الله وكيل. عملت معاك ايه يعني؟ ايه اكتر حاجه اثرت معاك واللي فعلا كانت تقيله؟ يعني مثلا الفيروس الكورونا دوت ودانا في داهيه خالص تمام، والواحد برضو مش عارف يعمل ايه يعني، الواحد خلاص كده مش عارف يعمل ايه. الوحشه ان الزمالك خد الكاس. كان في واحد صاحب بابا يعني، بس كنت بحبه قوي جدا يعني كتير قوي قوي، توفى من حوالي شهر، وهو يعني مقصر فيها جدا يعني. خسرت في مشروع. مشروعي الاول كتاكيت؟ اه. لا 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 انت خسران. ما تهزرش. اه والله. متأكد؟ السنة ديت قبل ما تخسر، قبل ما تخلص اقصد، كان الاهلي لا قدر الله خسر الدوري، دوري ابطال افريقيا.
هتزعل ولا لا؟ هزعل طبعا اكيد يعني. طب احنا لو خدنا البطوله ممكن البطوله اللي احنا خدناها تنسيك اللي حصل في 2020 كلها ان شاء الله، بس يعني مش كل الحاجات اللي احنا هننساها، بس يعني انا عن نفسي انا هفرح جدا ومبسوط لما الاهلي ياخد الدور النهائي ويكسب كده ويفوز، ويعني تبقى حاجه حلوه، انا عامل نفسي ابقى مبسوط. بقول لك مبسوط يا اهلي، وعايز اخلي كل اللي حواليا في السجن مبسوط زي. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لو لا انا زملكاوي يا عم. زملكاوي يعني ان شاء الله باذن الله تعالى، باذن الله باذن الله يعني ان شاء الله. لو سنه 2020 ده قبل ما تنتهي وفريق خسر نهائي دوري ابطال افريقيا هتعمل ايه؟ باذن الله لو خسر لا هزعل يعني، بس انا حطينا عليكم مرتين السنه دي، فمش هيبقى الزعل زي اللي انت هتزعله لو احنا نكسبكم ان شاء الله. لا طبعا ماتش مش هينسيني طبعا، يعني ماتش مش هينسيك. لا حلاوه الفرحه حتى، لا حلاوه الفرحه لنفسك انت، ولكن كيأثر على موقف ثانيه ما يعني مش هينفع. طب انت بامانه متفائل ولا لا؟ متفائل سيك. يعني لو السنه دي انتهت معاك بان الزمالك يخسر عادي، انا اتعودت على كده دايما متعوده دايما. 2020 دي لو هنحط لها حكمه انت تحط لها ايه؟ العين صابتني ورب العرش نجاني، صاحب كلب بليس وما صاحبش واحد بالبيسي. سنه 2021 متفائل بيها السنه الجايه ان شاء الله تبقى خير وسعاده على كل الناس. انا بقول لك اهو ان شاء الله ان شاء الله، انت بقولك ان شاء الله تبقى خير. انت متفائل ب 2021؟ اه طبعا متفائل بيها. انت كداب اهو. لا متفائل بيها طبعا. انت ايه متفائل باللي هيحصل لك مثلا؟ ايه هكون معايا البيست فريند بتاعتي. بيست فريند؟ هتكون معايا؟ تخطبها في 21؟ لا فهو في 22 23 25 في الرينج ده. ليش عرفك انها تستمر معاك السنه دي كلها؟ لا تستنى طبعا. انت متاكد؟ متاكد. ما كتير قال زيك كده. لا طبعا هي انا متاكد. يعني متاكد انها مش هتخزوقها؟ لا ممكن انا اخزوقها بس هي مش هتخزوقها. يا راجل مع ان مش باين على وشك وحياه ربنا، ايه ده الكلام ده؟ فعل ب 21 ولا لا؟ ان شاء الله كله خير، جاي باذن الله خير. خير يعني، واللي حصل لنا السنه دي ما تخليش الواحد يتفائل باي حاجه خالص.